عنده وضعية قانونية. استشارات قانونية. الثالثة زوالا وثلاثون دقيقة على موجات تلعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، وفي سادس لقاءاتنا الإذاعية المباشرة في يوم الأربعاء الخامس من ماي 2020، لقاء خدماتي، لقاء نقترب فيه من المواطن بتوعيته لإرشاده لتقديم الإجابة الشافية والضافية لاستفسارات قانونية أحدها عقارية وأخرى مدنية جزائية في الجزء الثاني، أي بعد الساعة الرابعة مساء. تكون معكم صديقتنا سعيدة الزغبي في الجزء الثاني مع الأستاذ الصادق يحيى للحديث في الثقافة القانونية عن الاحتجاج بقطع الطرق ومنع المرور في الطرقات والمسالك، والجزء الأخير تخص للإجابة على استفساراتكم المدنية والجزائية. كما كل أسبوع مع السيد صادق يحيى، الأستاذ صادق يحيى اللي يجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم، يكون حاضر على يساري كما كل أسبوع القاضي جعفر الربعاوي، القاضي بمحكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري. مع سي جعفر السيد الرئيس، هيثم الناس في الإخراج التقني، رامي المجولي في استقبال كل مكالماتكم التليفونية، والتنسيق العام يكون على الرقم 71-844-404، البث المرئي اللي يوصلكم على العرب سات على المدار 26 شرقا الذبذبة 12643 ميجا هرتز، يراقب أو يتابع الشبكة التلفزية الرقمية. شاكر بالقاسم وبسمة دربيلي في الجزء الأول من هذا اللقاء ترافقكم سيد الرئيس، تحية طيبة. مرحبا بك أخت بسمة ومرحبا بالسادة المستمعين. نسيرك كما كل أسبوع باش نجاوب أكثر السادة المستمعين ونعطيهم أجوبة شافية وضافية على كل تساؤلاتهم. إذا رامي مررنا المكالمة الأولى، نقول السي عباس مرزوق مسبخة، أهلا وسهلا بك، مساء النور. عسلامة. شنو أحوالك السي عباس؟ شحوال أهالي السبيخة؟ سيد القاضي يسمع فيك سي عباس؟ لا مش قاعد نسمع فيك. بالله سيد القاضي، يعني عندي مشكلة محيرتني، عندي بابا وعنده أربعة أخوة بنات. عندك الوالد؟ عنده أربعة أخوة بنات. أربعة أخوة بنات، إيه؟ توفوا منهم ثلاثة وبقات واحدة، كان بابا تو هو عنده أخت واحدة. توفوا ثلاثة وبقات أخت واحدة، إيه؟ المهم أبوه متوفي من 82، خلاله عقار فلاح. ايه عقار؟ العقار فلاح وكيف بقى على الشياع. على الشياع في 87، في 2007 تم المسح الإجباري. تم المسح الإجباري عام 2007. تعود لي الإشكالية لأنه به تبقى معنا على الخط، نخليه سي جعفر يسمعك جيدا. الو تسمع فيك جعفر؟ توا نسمع فيك، كنت عندي مشكل في الكاسك، توا نسمع فيك، تفضل. عندي هذا توكين زوز ابناء عمتي قاموا بقضيه للقسمه. قسم حكم طول الحكم ابتدائي واستئناف القسمه. يجي نشوفوا في القسمه نلقاها لم تشمل جميع الورثه، واحده من عمتي لم يقع بها في التصريح في المسح الاجباري وفي القسمه. المطلوب منك السؤال، يحب لي نطلب منك كيفاش حق عمتي، هل أضايا باستطاع عمتي هذه اللي مش موجودة أنها نعمل بها اعتراض وتقوم بالتصميم الجديد، ولا كيفاش ناخذ حقه، ولا وفي وجدوا يلقوا ولد واحد من أولاد عمتي هو يحل محلها في الإرث يقوم نافع. اللي فهمت من كلامك أصدر الحكم على المحكمة العقارية في التسجيل الإجباري هكا ولا ولكن نساء وعمتك هذه ما ذكروهاش. ما ذكروهاش. يعطيك الصح، وتقول لي توا وعلى ضوك الحكم نتاع المحكمه العقاريه مشاو عملوا قضيه في القسمه. بالضبط. لكن من بعد تتضح كون عمتك هذه ما ذكروهاش معناها بكل هكا ولا، وتسهل اسكو نجم نحير القضيه من جديد ولا؟ ومنافع مش موجود. باهي اسمعني توا، حسب القانون ايش يقول القانون في الحاله هذه؟ للاسف نقول الكلام ولكن من بعد نعطيك امل مش مشكل. القانون الفصل 337 من جلد ازمات العقود، من جلد الحقوق العينيه، يقول كل شخص تضررت حقوقه من حكم صادر بالتسجيل ليس له ان يرجع العقار، بل له في صوره الخطا ان يقوم بدعوى مدنيه في غرم الضرر.
فهمتش معناها الكلمه هذايا؟ معناها اذا كانت تسجل حكم عن طريق المحكمه العقاريه وفاتتك اجال التعقيب، معناها اللي نذكروا بها 60 يوم، تبقى احكام الفصل 357 مكرر مش من مجلس الحقوق العينيه، وتعدى الاجال هذيك ما عادش عندك حق ترجع للعقار، العقار مشى على روحه سي، اللي مات ما عادش ينجم يحيوه من جديد، فهمتي توا هذا القانون وش يقول؟ معناها اللي بقى لك كان تعمل قضيه مدنيه في غرم الضرر، والقضيه المدنيه في غرم الضرر مش مثل مش مرجحة تقعد حياتك كامل، هذه 15 سنة باش تنعم تعملها انت القضية هذه. يبدو انت وحسب ما فهمت من كلامك الأجيال هذه كل تعدات. هكا ولا؟ وتعدات وتحب انت تلتقى لها حق المرأة هذه وإن شاء الله ما يضيعش حقها إن شاء الله قدرة الله. ثم شباك صغير، أنا ما نقولكش باب، خاطر الباب اسمه هو الطعن هذاك باستئناف وبالتعقيب هذاك يسمى باب. أما شبيبك صغير ثم حل صغير إن شاء الله إن شاء الله تبعه إن شاء الله تلقى حل معاه. تمشي للمحكمة العقارية نتاع قفصة، ما هو في قفصة هو العقار. في القروان تمشي المحكمة العقارية نتاع القروان تعمل مطلب إصلاح، تسمع فيا ولا اكتب عندك مطلب إصلاح على أساس الفصل 332 مكرر من مجلة الحقوق العينية. الفصل هذايا يعطي إمكانية للمحكمة باش معناها تصلح الحكم نتاعها اذا كانت اعتراته بعض الاخطاء الماديه التي يمكن رفعها قانونا، ويعتبر السهو هذا راهو يعتبر خطا مادي من قبيل الاخطاء الماديه اللي ذكرها الفصل 332 مكرر. المحكمه عاده نحكي لكم صدق، عاده المحكمه هي تيري بار لو شوفو، معناها تقول لك هذه مساله تهم الاصل وخويا ما ندخلش فيها وحكم صدرك وما قالك كان غير مضر، لكن عاده المحكمه عادة المحكمة تلوش منها بالإنصاف الناس هذوما، خاصة إذا كان تم السهو، وذي سهو ولا غالب تصير سهو من الأطراف سهو من المحكمة، الناس كل غلطت هنا، تعمل قضية معناها قلت لك مطلب إصلاح وتقول راه تم السهو عن ذكر عمتي، وتجيب الحجة الوفاة نتاع المورث الجامع واللي عمدك أحد الورثة، هكا عندك هذيك عندك، والمحكمة سجلت الورثة الكل ولا كل واحد وحده؟ لا سجلت كل واحد وحده. مشكلة خاطر كان سجلت الورثة الكل تولي أسهل، تولي تعتبر ذلك من قبل. سمحني نسجلتهم الكل مع بعضهم. عندي توم لا ممتاز مالا، تجيب حجة وفاة، حجة وفاة فيها عمدك تو ولا؟ فيها عمد. يعطيك الصحة وذيك السند نتاعك. وأنت علاش ما وعلاش ما 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 ما, ما كانتش مذكورة في حجة وفاة عمدك؟ ما خرجناهاش، ما كانتش موجودة. ما كانتش موجودة كي خرجتوها تو بركة فين فقتوا بالحكاية. ما لا تقدم اشوف تعمل مطلب اصلاح للمحكمه العقاريه نتاع القروان، وتقدم الحجه الوفاه هذه نتاع المورث الجامع واللي تذكر اللي كونه عمدك احد الورثاء، وتطلب وتقول راهو هذا يعتبر من قبيل السهو، وان شاء الله تو المحكمه معناها تقوم بجميع الاجراء الابحاث الاستقرائيه المستوجبه كسوا ابحاث مكتبيه ولا ابحاث عينيه، وان شاء الله بقدر ربي تلقى لك حل. على شرط القانون هنا واضح الفصل 332 يقول لك ما تخليش الغير حسن النيه للرسم العقاري. مثبتي الارض مازلت باسم الورثه هكا ولا؟ مازلت باسم الفضل ما عند الله، ديجا دي حاجه كبيره برشا هذه، خاطر اذا كان العقار تباع على قدر الله ولا حاجه تولي وقتها حتى الاصلاح ما عندكش حق تعمل. انا ننصحك تعمل مطلب اصلاح وتجيب الوفاه حجه وفاه باش تثبت، وفي نفس الوقت تكلم المحامي نتاعك اللي باش يعمل لك المطلب هذا الاصلاح، يعمل دوزونا يعمل طلب اصلاح ويطلب في نفس الوقت ادراج قيد احتياطي لمطلب اصلاح. احفظها الكلمة. قيد احتياطي، علاش قيد احتياطي؟ باش تبلوكي التيتر. يمشيش انت تصلح في الوضعية وربما تطول الحكاية وهما يمشوا يتصرفوا فيه يبيعوا، وقتها تتعكر وضعيتك. عاد انت باش تبلوكي التيتر في انتظار المحكمة تصلح الوضعية نتاعك، اطلب دوزون اطلب اصلاح وادراج قيد احتياطي في نفس الوقت، نفس المطلب هو يتعمل. شكرا. ربي يخليك، عايشك. عايشك، العفو العفو. شكرا للمداخلة سي عباس مرزوق من السبيخة. نمشيو المداخلة تليفونية ثانية رامي مررها لنا على 71844 سي جلول البوسلمي. مرحبا. الو اهلا عسلا. مرحبا. مرحبا سي جلول. انت على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ومعك سي جعفر الربعاوي القاضي، يسمع اشكاليتك سي جلول ومن بعد نعطيوك اجابة الشافية والضافية اللي تستناها منا. مرحبا. مرحبا بيك، تفضل. مرحبا بيك. دخلت المره اللي فاتت وما كملت ما كملتش الاشكال نتاع الاشكال نتاعي انه كاونا وقتاش دخلت سي جلول؟ وقتاش عندك جمعة قبل العيد؟ جمعة التالية قبل العيد. ذكرنا كانت لكن ذيك الوقت ما استوفاش ربما للطرح نتاعو، حاب يزيد يستفسر اكثر. مسيج جلول احكي، عاود ذكرني بالموضوع نتاعك باختصار. عمي جلول نتاع بوسالم انت؟ اي بو جلول بوسان هكا ولا؟ عندك قطعه قسمتها ثنيه؟
هكا لا اي كمل عملت كونفيزيون باهي عاود ذكرني ما بالحكايه باهي. عندي عمي تحايل على جدي في كتب نتاع عقار متحوزين به من احنا من السبعينات وليلى الله محمد رسول الله وعمل بينا قضيه استحقاقيه. القضيه الاستحقاقيه ذي فيها لبس كبير. تصور انت فيتاس غير عادي. سامحني ايش معناها تحايل عليه؟ فسر لي بربي فسر ايش معناها؟ معناها مش اكتب له مش يكتب له من هي. انت تقول تحايل عليه روى كلمه التحايل راهي جريمه يعاقب عليها القانون. هذايا انت توا جا كان جدك كتب له وهو تمسك بهاك عنده عقد ولا قال راني شاري ما عند بابا هكا ولا وهب له ولا باع له؟ لا باع له يعطيك الصح. القانون ايش يقول في الحاله هذه؟ القانون يقول لك الاصل بقاء ما كان على ما كان وعلى من ادعى عكس الاثبات. هو جاب كتب ولا انت تقول الكتب هذا ما يلزمنيش وروت حق انت نستعمل نفس العباره نتاعك انت قلت بين الظفرين تقول تحايل عليه تمشي تعمل قضيه في ابطال الكتب هذا. سامحني يا استاذ الاشكال مش هنا. الاشكال انه القضيه الاستحقاقيه اللي عملها بينا هو ما عندوش شهود عنده كان الحجه. احنا عندنا شهاده من الولايه تثبت اللي نحن في 86 خلينا نتاع تحسين المسكن هذيك. وعندنا شهاده حاوز من عند العمده. عندنا الماء وعندنا الضوء وعندنا زوج شهود يقولوا اللي العقار هذا نحن نصرفوا فيه من السبعينات. شفتوا دوما الكل ما لقيناهمش الاوراق في القضيه جمله وتفصيل. وفوق هذا لقينا ارواحنا معناها في البحث الاستحقاقي احنا شاهدين على ارواحنا اللي قلنا اللي هكا وهكا واحنا ما قلناش. لا موجوده لا شنو قالوا الشهود. المحكمه حكمت ضدكم. حكمت ضدنا لانه باهي هذه المحكمه نتاع شنو نتاع جندوبه؟ هي حكمت ابتدائي واستئناف وتعقيب. حتى في التعقيب زاد كيف؟ ابتدائي واستئناف وتعقيب في عام. اي واحد نحكي له عليها نهزها لاي محامي يقول لي شنو هذا؟ تو كان زربنا يا ويح وكان معناها انت زربه ولات محل شك معناها كيفاش تقول لي في عام تفصلت قضيتي؟ زربه وعندنا شهاده الولايه تثبت اللي نحن في 85 خذينا نتاع المساكن. تو شوف ريت تو النقاش باش نناقشوه الكل وديجا اتصل به القضاء وبصدق نحكي لك تو سي جلول انت مرحبا بيك وجليل بيك وتو انت تفرغ حتى في قلبك للاذاعه واذاعه الناس كل اما راهو شوف القضاء اتصل بالموضوع ابتدائي ظالمينك استئناف ظالمينك التعقيب ظالمينك تولي عادي ياسر فهمتي تو كلش السيد هذا الخصم نتاعكم معناها ما نعرفش كيفاش تتصوروه انت هذه مدني قضيه مدنيه عنده العقد نتاعو انت قبل ما تحكي لي مشكلتك قلت لك راه مدني عنده عقد انت تثبت العكس القانون يقول هكا القانون يقول لك هو بالعقد غالبك بالعقد نتاعك اللي انت تقولي تحايل عليه انت تقول تحايل انا نقول لك حجه رسميه هذاك اذا كان كتبه خاصه عن طريق عدل الجهاد يعتبر من قبيل الحجه الرسميه التي لا يمكن الطعن فيها الا من خلال القيام بدعوى الزور معناه استغفر الله هذاك الحجه ذيك صدق الله العظيم معناها ما حد ما ينجم يناقش فيها وفي صحتها عندكم القانون يقول لك عندك حق تطعن فيها بابطال الكتب هذا على اساس شنو الابطال على اساس عيب من عيوب الرضا ولا على اساس غياب معناها اي ركن من اركان العقد اللي هما المحل والسبب والاهليه والرضا الفصل 325 يقول لك يبطل العقد اذا خلاه من ركن الاركان الاساسي اذا كان الشيء هذا كله انت ما تثبتوش راهو باش يغلبك بالقانون يغلبك مش المحكمه وتقول لي يا مزربولي هذا بالقانون القانون هو عنده حق يا استاذ لحظه برك زاد نحب نسال فيها تفضل مرحبا بك تفضل عند الولايه شهاده الولايه تثبت اللي نحن بنينا المسكن هذا في 86 ما تقضيش احنا ما عندناش فاعليه ما عندناش تعتبر بدايه حجه الحجه نتاعو هو اقوى وشهادة العمدة. شهادة العمدة ما عندها حتى قيمة قانونية هكا تبي نقول لك. هو العمدة صحيح هو سلطة محلية على راس وعينينا وراوك الشهادة اللي عطاها هذيك راهو القانون جاء قال لك بور فاسيليتي لي بروسيدور نتاع باش يدخل يسهل الإجراءات باش يدخل ماء يدخل الضوء وتمشي للعمدة باش يسهل لك. أما عمره ما كان العمدة يأتي في شهادة ملكية ممنوع عليه. الشهادة اللي يعطيها لك العمدة هذيك ب 5000 فرنك هي ما عندها حتى قيمة قانونية هذيك شهادة في بيان في الحوز والتصرف. هذيك تعتبر ما لها الا بدايه حجه وتنجم تقنع المحكمه كيما تنجم ما تقنعش المحكمه. انا قلت لك الحجه نتاعو هو تعتبر من قبيل الحجه الرسميه التي لا يمكن القيام الا بقيام خلال القيام بدعوى الزور. ما تنجمش تطعن فيها الا من خلال تقوم بقضيه اللي كونها مدلس. وكلمه التحايل اللي استعملت انت من الاول هذيك لب المشكل. راهو مش كلام التحايل وتدليس مش كلام يلزم اثبات ذلك عن طريق حكم قضائي نهائي. الشيء هذا كل انت عملته قضيه لكن الغالب خسرتوها قضيه ابتدائي واستئناف وتعقيب تقول لي توا شنو الحل؟ ها هو سؤالك انت يا استاذ توا انت انا يتحط لي في الواحد في البحث الاستحقاقي كوني شاهد على روحي انا من هي إيه هذا في الابتدائي سامحني سامحني هذا في الابتدائي
نجم يكون المحكمة في تلخيص الحكم، ربما الحيثيات دخلت بعضها، وربما أخطأت المحكمة في تقدير الأدلة ولا تعنتوا بالاستئناف. المحكمة تاع الاستئناف كيف ما مديناهمش للمحامي، ما عطاش حتى شيء للمحامي. وعلاش المحامي نتاعك ما قدمش يا استاذ؟ سامحني شوف راني بسن، علاش نقول لك الكلام هذا؟ ديما نزغل في الاسئله نتاع الساده المستمعين في طار نشر الثقافه زاد نتاع القانون العقاري ولا التقاضي ولا خد بسمه. توا نحن ما عندناش ثقافه اللي نخسر قضيه، ما نقولش ما عنديش حق، سبحان الله راهو النجم يكون نخسر قضيتي حتى ولا فشلت مثلا في اثبات الحق نتاعي. علاش نتهم غيري؟ علاش نقول المحكمه لازم عنده شكوك ولازم يدفع رشوه ولازم قضيه؟ كيفاش ينظروا لي في قضيتي في ظرف عام؟ توا هاو تو باش دورها المحامي نتاعي وقال لك المحامي ما قدمنيش، دونك المحامي بالي قضيتي هكا ولا تحب تقول انت ما غير ما تقرا؟ لا ما شوف لا ديما ذي كل راك تدخل في متاهات انت بيدك في غنى عنه. ننصحك خسرت قضيتك لانه قلت لك انا من الاول راهو الحجه اللي عنده اقوى من الحجه اللي قدمت انت، هذا هو السبب. علاش ثاني في حاجه اخرى كان عندك تو قول لي تو سي جعفر قول لي شنو الحل انا هو اختارنا من العادة يرحمه. قول لي ثماش امكانيه باش 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 باب اخر يتحلي في القضاء باش النجم يعاودوا ينظروا لي في قضيتي. هذه سموها قضيه باش تعملها التماس اعاده النظر. التماس اعاده النظر هذه يا خويا الغالي يشترط القانون. ربما عندك حجه تو جاتك الحجه هذه ما كانتش موجوده عندك قبل ولا تمنعت عليك قبل، توا توفرت لك الحجه ذي، تنجم تحاول تحير القضيه من جديد وتكلف محامي تقول له اعمل لي قضيه في اسمها التماس اعاده نظر ويعاودوا ينظروا في القضيه من جديد. سير تويك هو عمل بنا قضيه مدنيه في الخروج في 29/9 في العام هذا. كي نعطوا نحن الادله هذه باش نخرجوا من الدار، وثم حاجه يقول اللي نحن بنينا العقار بعد ما هو تحول. كي تعمل قضيه في التماس اعاده نظر وتاخذ شهاده وتعمل شهاده تاخذ شهاده نشر تقدمها في القضيه الاستعجاليه اللي عم بها قضيه في الخروج في الخروج هذيك قدمها هذيك. واضح. شكرا لك سي جلول بوسالمي من بوسالم على حسن اتصالك بالبرنامج. واحنا على ذمة السادة المستمعين اللي دائما باب املهم هو الاذاعه الوطنيه التونسيه، برنامج الاستشارات القانونية سوى في القانون العقاري وإلا في القانون المدني اللي في الجزء الثاني يكون محاضرة معكم سي صدق يحيى. نمشي لجديدة، مكالمة تليفونية توصلنا من سي العروسي طرابلس. مرحبا سي العروسي. ألو عسكام أخبتنا. مرحبا بيك، شحوالك؟ لاباس الحمد لله. الله يخليك. كنت نقصلنا في كنت أسمع بالجهاز تليفون تنقصلنا باش أو إلا المذيع كان محلول. لا مفكر المذيع أفضل. باهي تبقى تسمع فينا بالتليفون وهو معك سي جعفر نطرح عليه الإشكالية، تفضل. عسلامة سيد رئيس. مرحبا بيك. مرحبا بيك. عيدك مبروك. إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، حيك الأمثال وسنين دائما إن شاء الله. منين تكلم فينا؟ سيد رئيس باش نسألك. منين تكلم فينا سامحني؟ من جديدة. جديدة مرحبا بيك. بالله سيد الرئيس عندي شهادة ملكية. عندي اشتراك في الملكية أنا وخويا وأختي. باهي. سيد الرئيس مشيت للارض نتاعي باش نعاين، عندي ثانيه نتاع نبه هزيت معايا عاد منفذ. اي منعوني من الدخول سيد الرئيس. شكون منعك، اختك ولا اخوك؟ خويا لا هو خويا مش منعني، اما اولاد خويا سيد الرئيس. اي اولاد خويا. أي. منعوك مش تدخل لارضك. منعوني كلام وسبوني وما خلوليش. حشيك. هذايا سيد الرئيس قبل العيد بنهارين. يا والله حويل. ومعايا عاد المنفذ سيد الرئيس عاين كل شيء. انت هزل معاد المنفذ ماشي انت متوقع باش منهم باش يسدوك باش نعينها. انت جيت باش تعينها اخي، هو تعرضوا لك تعرضوا لي سيد رئيس، قالوا لي انت ما تجيب لنا اذن من المحكمه باش تدخل للتراب. لا عاد انت تو ملاك شنو اذن المحكمه داخل رزقي انا ناخذ اذن المحكمه. اي سيد رئيس وفما حاجه اخرى نقول لك عليها. مخرجيني من داري ولاد خويا سيد رئيس ومسحكيني، تو انا كاري لبرا سيد رئيس، عندي عامين وانا كاري لبرا. باهي اسمعني تو اخوك في الخدمة هذا، اخوك اخي متوفي ولا عايش؟ لا حي سيد رئيس يرزق. ايوا وش بيه ما تدخلش هكا دارس ولا خمسه؟ سيد رئيس ما يدخلش مع ولاده ما يدخلش، ما عنديش حكمه. هما ما عندهم حتى صفه، راهو هما ما عندهم حتى صفه باش يكلموك ولا باش يتصلوا بيك ولا باش ينازعوك في العقار. اللي عنده صفه ساعه باش ينازعك اذا كان ثم نزاع هو اخوك. هما ما عندهمش حتى صفر. لا سيد الرئيس هو ساكت وهم اللي قاعدين يتكلموا. اسمعني تو عندك جوج حلول، الحل الاولاني تمشي تشكي بهم جزائيا. ولاد خوك عند سعيد عريضه للسيد وكيل الجمهوريه نتاع منوبه.
تشكي بها مسيدي مالي هاند وما عندهم حتى صفة جاو كسوة منها عندك ما يفيد إثبات بتبيع قلت لي عن طريق عدل المنفذ هذه وسيلة إثبات وعندك الحل الآخر اللي راه جذري بصراحة راه أن المشكلة ما تحل كنهك اللي تمشي تعمل قضية في القسم تعمل قضية في القسم كل واحد ياخذ بيت ولا روح وانت بيدك ترتاح أنا أقول لي كيفاش نعمل القضية في القسم تو هو القانون الحقيقة ما يقولكش تعمل قضيه قانون الحل الثاني القضيه القانون يقول لك لا يجبر احد على البقاء في حاله شيوع معناها نحب نخرج من الشيوع نمشي نعمل قسم انا وانا وخويا وقت نعمل كتب نتاع مقاسمه مادام تيتر هي الحكايه تمشي المحامي ولا عدل الاجهاد تيتر سيد رئيس بها اي يعني فهمت اللي هي تيتر رسم القانون خاطر يقول 377 مكرر يقول لك اذا كان يختص بتحرير السكوك كان المحامي الغير متمرن ولا عدل الاجهاد ولا محرر العقود باداره الملكيه العقاريه وكان تمشي لواحد آخر خلاف الناس هذوما القانون يقول لك وتحرير السكوك المذكورة بخلاف ما ذكر باطل بطلان مطلق أنا ننصحك أعمل محاولة ألم يقبل معناه إجا الخوك ولا بعث له شكون مادام يقتل لي رسالة توا غالب أو عيد وأنت باقي متخاصمين تحلق در سي ما عادش فيها تحلق در هاك مال ولد عمي كي تحلق در وما عادش فيها تمشي 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 تكلف محامي يقول له اعمل لي قضية في القسم نحب نخرج من الشيوع وناخذ تيتر في الفرنسية وحدي ناخذ راس معقالي وحدي واللي تتكلف خل تتكلف باش تكلف لك خبير وباش تكلف لك شويه مصاريف نتاع التسجيل ومحامي معناها بصدق معناها ولكن ترتاح من المشكل نهائيا تاخذ بايتك والله يا سيد الرئيس عنده ولده واحد من ولاده هذوما اي والله يا سيد الرئيس مزيك خرج من الحبس عنده تو يمكن شهر اي لا ما فهمت ثلاثه تولش ما قدروش هما تو عواشر وعيد وعمهم يا رسول الله لا هذا كل ما خسرولوش انا ننصحك احمد ربي ديجا انت ما تهورتش ولا ولادك تهور وتولي مشاكل اخرى وربما تقعدوا تعانيوا في مشاكل اخرى انا ننصحك نصيحه لوجه الله تحب ترتاح من المشكله هذه حتى المحامي يقول لك او نعملوا قضيه في كف شغب ونعملوا قضيه يقول له لا اعمل لي قضيه في القسمه خلينا نخرج نخو شهاده ملكيه واحد اللي باش تكلف لي خل تكلف لي باش شويه فلوس باش تكلف لك لكن ننصح انا معناها باش ترتاح راك انت باش انفوا برتوت المحكمه تقضي بالقسمه تاخذ بيتك وتمشي لروحك تولي هما ما عادش عندهم يدخلوا فيك ولا عاد انت تدخل فيهم اي كما يا سيد رئيس مش نسلي هو عنده الحق باش يبني ولده سيد رئيس قاعد يبني لا ما عندوش حق ما عندوش حق هذيك اش تعمل له تو تحب تقول لي انت يولي لي شي امر واقع القضية القسمة تفهمنا فيها لازمك تعملها ساعة هذيك هكا ولا تو الوقت الحاضر بالنسبة للبني تحب توقفه امشي المحامي اللي باش تمشي له في قضية القسمة قل له ابعث له ساعة المنفذ يبني اللي هو يعمل معاينة عن طريق عدل المنفذ اللي هو قاعد يبني وتمشي تعمل قضية استعجالية في إيقاف أشغال إيقاف أشغال ما عادش يزيد حتى ياجور وخلي قضية القسمة تمشي لروح خاطر علاش تو هو من بعد الخبير اللي باش تخرجوا المحكمه باش يراو باش يعطيها موبايتهم وانت باش يعطيك بايتك واختك باش يعطيها بايت على ضوء شنو القانون يقول له تراعي مصلحه الشركاء ومصلحه المشترك وحاله التصرف ان وجدت معناها اذا كان هو حتى بانين ولا حاجه باش يقعدوا في بقعتهم ما تخافش معناها كل انسان ياخذ بايته بالقانون تاخذ من الباهي وتاخذ من الخايب انت هذا القانون يجيك وترتاح فوا برتوت باش ما يزيدش يعكر لك وضعيتك اعمل قف اشغال قول وقف لي اعمل لي قضيه استعجاليه في قف اشغال ولكن قضيه القسمه لابد منها باهي الله يبارك فيك مرحبا بك مرحبا بك بارك الله فيك عايشك عايشك ينور عايشك ينور ذاتك رامي يشير لي انه تليفون اخر جاهز على خط 71 844 404 ودائما حلول لنزاعات بعض الإشكاليات العقارية خارج أسوار المحاكم آخر متصلة في الجزء الأول هندة بن دليلة مرحبا يا هندة يا عايشك مرحبا بيك من أين تكلمنا يا هندة من ديار بن محمود ديار بن محمود مرحبا بأختي الغالية تفضل معك سيد الرئيس تطرح عليه إشكالي كل عقاري ونشوفوا ربما الحل الأسلم اللي يلزم تتوخاه باش توصل للحل سلمي إن شاء الله يعطيكم الصحة في البرنامج دي. مرحبا بيك مرحبا بيك يعيشك عبدالله سيد الرئيس يعيشك مرحبا بيك يعيشك وفيك يفضلك أنا مش نطول عليك برشا باش نعطيك الديتال أنا عندي ديرة في ديار بن محمود جيت عندي خويا كتبت له بيع حق رقبه في الطابق السفلي. باهي. وانا عملت ايتاج الفوق نعيش انا والوالده. ربي يفضلها. بعد ربي يفضلك ويفضلك ما عندك. اي. بعد كتبت له بيع حق الرقبه وهو هي الدار نتاعك انت هكا ولا الدار نتاعك انت؟ الدار نتاعي انا ولا عنده فيها حتى كيكون نقطه عرق مش ملي. باهي حتى قدام ربي صافيه مع هاي.
قدام ربي والعبد ويسمعوا فيا. جيت كتبت له، جيت كتبت له حق رقبه للطبقه السفلى، وخليت الانتفاع لي، وخليت الانتفاع لك انت. سامحني سامحني، عملت بيع حق رقبه، انا ما نفهمهاش الحكايه هذيا الحقيقه. عملت بيع حق رقبه، وانا اونتريتو وقت اللي بعملت له بيع حق الرقبه نبني فوق قاعده. ايه سمحني بربي، كي عملت له رقبه انت خليت الانتفاع لك انت. ما هو الرقبه وحدها ما تقعدش هكاك مسمار شحام طيش هكاك الرقب. الرقبه راه اللي يكتب لك حق الرقبه يزم يقول الانتفاع لشكون يقعد، يقعد لفلانه، يقول لي انا الى حين وفاتي ولحوقي بالدار الاخر، هكا يكتبوها عاده، معناها الى حين معناها نقعد حتيره حياتي انا ننتفع، وانا بعت له كان، بعت له كان الرقبه فقط هكا ولا. يعطيك الصحة، الانتفاع ليا انا، لكن انا ما نجمش نبيع ولا نعمل شيء الا به. يرحم والديك، ما تنجم تتصرف لا ترهن لا تبيع لا به. سامحني انا وقت اللي عملت له بيع حق الرقبه وسكنت معايا، معناها ما في باليش اللي باش يجيني انا ظرف معين وندخل في حكايه اخرى ونحب نبيع. انا بعد عامين جاني كونسير من اللي عليك. لطف عليك لطف عليك. جاني سرطان وعملت عمليه ودخلت في البروتوكول الكبير هذاك، والحمد لله والى يومنا هذا قاعده نعالج. الحمد لله ربي يشفيك. الحمد لله. ما عندي شيء انا في حياتي الا كالدويره، جيت قلت له عايش خويا اجا خلينا نبيعوا الدويره، نعطيك تاخو ابارتمون ادريس في صغيراتك، وربي شاهد عليا لو كان عنده معايا حتى كي يكون مليون في ادريس. انا باش ما نضيعوش هو صغاره. قال لي لا تعطيني تقد بيع، قال لي تعطيني الشطر اللي باش تجيبوا الدار، تعطيني الشطر، وانا في في معناها في اشد الحاجه نتاع المرض، معناها في قمه المرض، معناها في طبق الشيميو نحكي في الشيء هذا. رفض المهم رفض. رفض وقال لي لما تعطيني الشطر، قال لي تعطيني الشطر. وجعتني الكلمه هذيك، وامي معايا تعبت معايا بها الكلمه هذه، وما بعدكش طلع لي قال لي انت ريتو الطاق الفوقاني هذا، قال لي راهو يتبعني. وانا على خاطر في وقت البيت ما عنديش ليها اوراق، انا عندي شهاده فهمك الفوقاني، الفوقاني ما عنديش ليها اوراق. على اساس ما هو، هو على اساس يقول لك الارض وما ما ما فوقها وما تحتها، والارض وما عليها هكا، ولا باش يقول لك الكلمه ذي. لا لا قول له مش صحيح، قل له انت انت عندك كان حق رقبه في الطبقه السفلي والطبقه العلوي هذاك بجميع الطرق القانونيه، نجم نثبت اثبات اثبات، وانا نجم نثبت ملكيته، كسوى البناي كسوى الشهود كسوى الناس اللي حضرت، هذا كل بجميع الطرق نجم تثبت. ما تخافش منه في النقطه، في النقطه هذيا ما تخافش منه. مش نبكي دي المعنى. لا لا اسمعني اسمعني اسمعني، هو المهم في طول الوقت ضغط، المهم ارفض البيعة تو. هو رفض البيعه، انا لميت حق عاد المنفذ، وبعثت له تلقى عاد المنفذ، قلت له اجا نعمل له كتب تكميلي، لازم هو يعمل لي كتب تكميلي باش انا ذيك اموري في الطاقه الفوقاني. رفض وقال لي ما نعمل حتى شيء. لا ما حبش. وقال لي الطاقه الفوقاني، وسامحني انا وقت اللي كتب له الشهاد عاد كتب له على 111 متر، هو العقارب كله فيه 215 متر. الوقت ولا ضاغط، نتصل بيك انا تو. تو في الكواليس حنحاولوا مع رامي نتصلوا بيك ونكملوا معك باقي تفاصيل اشكاليتك. شكرا لاتصالكم ووفائكم الدائم للقاء الاستشارات القانونيه بعد الرابعه. تواصل معكم صديقتنا واختنا سعيده الزغبي، ومع سي صدق يحيى تتحدث عن الاحتجاج بقطع الطرق ومنع المرور في الطرقات والمساكن، والاجابه على جمله اخرى من استفسار صلاتكم وتساؤلاتكم في الجانب المدني الجزائي. مفيد البصلي في موجز الساعة الرابعة مساء. برشا أسئلة شي تروحوهم عليكم صغيراتكم هالفترة، ما تحيروش توا وقيت باش تعديو أكثر وقت مع